الجيش الإسرائيلي كثف غاراته وضرباته وقصفه على منطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة. نتحدث عن استهداف المدفعية الإسرائيلية في منطقة شمال مخيم البريش شمال مخيم النصرات، ولكن كل الضربات العسكرية الإسرائيلية مؤخرا أو منذ ساعات صباح هذا اليوم كانت على مخيم جباليا في ظل توسيع العملية البرية الإسرائيلية على هذا المخيم وتضييق الخناق وحصار سكان المخيم المتواجدين داخل مخيم جباليا. السكان في البداية كانوا داخل منازلهم ثم انسحبوا باتجاه مراكز الإيواء ثم اتجهوا إلى منطقة مشروع بيت لاهيا، وفي كل هذه المحطات كان الجيش الإسرائيلي يستهدف السكان سواء كان في المنازل سواء كان في مراكز الإيواء وآخرها كان في مشروع بيت لاهيا. منذ ساعات صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين كانوا يحاولوا الحصول على مياه صالحة للشرب. قبل قليل كان هناك استهداف لمركز إيواء داخل مخيم جباليا بالإضافة لاستهداف العائلات عندما كانوا ينزحوا باتجاه منطقة الجنوب. نتحدث اليوم عن أكثر من 50 ضحية في مناطق مختلفة داخل مخيم جباليا فقط، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي ضيق الخناق على السكان وأجبر مربعات سكنية ومن يسكن داخل هذه المنازل على النزوح عبر مسلك وحيد، ومن خلال هذا المسلك كان هناك وضع حواجز إسرائيلية داخل مخيم جباليا وعمليات اعتقال لكبار السن وحتى للسيدات. بالأمس تحدثنا عن اعتقال العشرات رشا، ولكن اليوم نتحدث عن اعتقال المئات من خلال إجبارهم بالتوجه على المنطقة الشرقية لمخيم جباليا. نتحدث حتى عن اعتقال فتية بعمر 13 عام، ونتحدث على تفريغ مناطق بأكملها ومن ثم عمليات نسف لمربعات سكنية في منطقة لتوان في منطقة الصفطاوي في منطقة أبو شرخ. الجيش الإسرائيلي دفع بأرتال من الدبابات في هذه المنطقة ووسع العملية، والآن الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إجلاء ما يقارب من 10,000 مواطن من سكان مخيم جباليا. بالفعل باتوا يخرجوا تحت تهديد السلاح والقصف الإسرائيلي باتجاه منطقة مدينة غزة. لم ينزح أحد حتى هذه اللحظة باتجاه مناطق الجنوب هنا، ولكن النزوح فقط داخل مدينة غزة سواء في المنطقة الغربية أو في المنطقة الشرقية، ووصل عدد من الجرحى والمصابين بعد استهدافهم خلال النزوح إلى المستشفى المعمداني في قلب مدينة غزة. نعم، طيب بشكل الاعتقالات كيف تتم عمليات الاعتقال ولماذا اليوم ارتفع العدد يعني وفقا لمعلوماتك؟ يعني نتحدث عن عملية مستمرة للأسبوع الثالث على التوالي على مخيم جباليا. في البداية كان الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية حصار للمربعات السكنية والمنطقة الشرقية، ثم تم إخلاء السكان باتجاه المنطقة الغربية وحصرهم في مربعات. عندما وجد السكان أن الجيش بات يستهدف أيضا مدارس الإيواء خرجوا باتجاه منطقة مشروع بيت لاهيا، وتم قصف المنازل على رؤوس السكان وبدون سابق إنذار، وكان هناك سقوط لعدد كبير من الضحايا في هذه الاستهدافات على مدار اليومين الماضيين. والآن نتحدث على أن الجيش الإسرائيلي أخلى عدد قليل من المنازل على مدار الأيام يوم أمس تقريبا، ولكن اليوم تم إفراغ مربعات سكنية بأكملها بعد حصار هذه المربعات والحارات داخل مخيم جباليا وإجبار السكان على النزوح والخروج تحت النار والقصف والقصف المدفعي لهذه المربعات، وبالتالي كان خروج بشكل كامل للسكان من المنازل. وهناك وضع الجيش الإسرائيلي حواجز في الشوارع والأزقة والطرقات وبدأوا بتفتيش السكان الذين ينزحوا، مع العلم أن السكان فقط يعني حملوا معهم القليل من الفراش والأمتعة لأنهم يعني بالكاد قد يجدوا هذه الحاجيات والفراش والأمتعة في أماكن النزوح التي سيتجهوا إليها. والجيش الإسرائيلي قام بعمليات تحقيق ميداني وتعذيب وإهانة للسكان الذين كانوا يغادروا، ومن ثم كان هناك اعتقالات لأعداد كبيرة من كبار السن كما جرى سابقا في أكثر من مكان داخل مدينة غزة.